بداية أجي ندير واحد النظرة أولية على المشهد السياسي الحزبي المغربي قبل الانتخابات، مع الانتعاش الكبير اللي عرفته تجارة التزكيات السياسية وظاهرة الترحال السياسي، خصوصا في ظل القانون الانتخابي الجديد، وخصوصا الشق المتعلق بالقاسم الانتخابي وإلغاء العتبة. هذا المشهد في الحقيقة هو عبارة على واحد الرحبة كبيرة كيتحكم فيها شناقة كبار، كل واحد شاد زاوية وكل واحد والقطيع ديالو، كاين اللي مربي غير الماعز والجديان. سمحوا لي، عندك شي واحد يتقلق من هذا التشبيه ومن هذه الاستعارة؟ جميع الأحزاب المغربية كانت سنات ومضات على واحد الميثاق ديال الشرف وروجوا ليه بزاف، واللي كان الهدف ديالو محاربة الحربائية والترحال السياسي من حزب آخر والقفز بالمظلات. الآن كنشوفوا الأمر ولا ميركاتو غراندي باللغة الإسبانية، وبالدارجة رحبة كبيرة ديال الشناقة، فلوس صحيحة، البيع والشراء بالعلالي وبطايطاي، وهاد الظاهرة اللا أخلاقية مشارك فيها كل شيء. مال الوقت ولا أصحاب الوقت اللي داروا هاد التخريجة وهاد الإخراج المسرحي الواعر، وركبوا شخصيات وقسموا الأدوار ديال المسرحية بدقة عالية، وكل واحد ولباسه، جالسين الآن كيحطوا آخر الرتوشات باش المنتوج يكون مفيني مزيان ومقاد، وباش يكون عنده حتى هو وزن في ميزان الديمقراطية اللي كطالب بها الجمعيات الحقوقية والمغاربة. دابا السيناريوهات اللي كاينة بعد المشهد ولا بعد القراءة ديال هاد الانتخابات تقريبا شبه جاهزة، كاينة أولا فرملة ديال الحزب المعلوم، ثانيا إعادة الحياة للأحزاب السياسية التاريخية، ثالثا تخصيص واحد الزاوية ولو صغيرة للأحزاب المغضوب عليها، رابعا الدفع بالأحزاب المعلومة نحو القمة، خامسا الدفع بالأحزاب السياسية الصغيرة، وستة خلق نوع من التعددية اللي كتخدم المخزن. هذه الخلاصة غادي كيتعايش معها الجميع وراضيين بها، وبالدور اللي غادي يتعطى لها الا بعض الاخوان اللي كيشوفوا انهم ساهموا في انقاذ البلاد وان البرنامج ديالهم باقي حافل وخاصهم واحد شويه ديال الوقت او فرصه جديده باش تبان خدمتهم. هاد الاخوان ما عارفينش ان واحد المعادله مركبه ومعقده ومتشعبه هي اللي جابتهم للرباط، وانهم ما كانوش الا اداه من ادوات مالي الوقت، الشيء اللي باش تكون واحد الديمقراطية أو لخلق واحد الديمقراطية مقبولة بعد الربيع العربي. في الأخير كنخاف على المغاربة وعلى هذا الوطن ديال المغاربة وديالنا من هاد الزريعة اللي كتنقل هنا وهنا، ومن هاد الشناقة اللي شادين هاد الرحبة ودايرين فيها علينا النوبة بعقد واتفاق، ومن كنفيقوا كنلقاو التران ديال التنمية مشى بلا رجعة. الله خرجنا من دار العيب بلا عيب. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.